بدأت استمريت استمريت استمريت، وكان الموضوع هو هواية بالنسبة لي. كنت يعني الناس تقول لي طب انت ليش ما تفتح بوتيك وتبيع تصاميمك للناس بدل الناس ما تيجي تاخذ التصميم جاهز وتسوي. كنت اقول لهم انا بستمتع وكان في ربح كويس في المجال وهوايتي قاعده امارسها، فليش لا يعني خلي الناس تستفيد. الين ما جاء في يوم من الايام وانا اتفرج على التلفزيون لقيت الفنان ناصر القصبي لابس واحد من تصاميمي. بعدين انا كيف فتحت قلت لا خلاص هنا انا ما دام النجوم الكبار دول قاعدين يلبسوا تصاميم انا لازم أصمم والناس تعرف مين اللي بيسوي التصاميم هذه. فتحت المعرض وقلت خلاص وبدأت أنزل التصاميم. في ديك الأيام كان في يعني حدث مرة كبير، مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يطول في عمره عن أهالي منطقة مكة المكرمة. وكلمني المخرج، كلمت أنا وقلت له أنا حصمم الأوبريت. فقال لي أنا هديك أجزاء. هو أنا في بداياتي ما كان يعني واثق فيه مرة، فبيديني أشياء يعني بسيطة في الأوبريت، فكان يديني اشياء كنت اصممها واجيب له. ليه ما جينا للدقلات حق الفنانين؟ فقلت له خلاص انا حصمم الدقلات. قال لي لا انت ايمن لسه جديد في الاوبريتات، فانا حشوف مصمم يعني عنده خبره وصمم دقلات قبل كده للفنانين. قلت له لا ليش، جربني انا اصمم دقلات. فقال لي انا متخوف وهذا حفل كبير وضخم. قلت له انا حصمم لك واوريك، ما عجبتك لا خلاص ما ننفذها هيك، خلاص روح للمصمم الثاني. قال لي طيب وريني. جلست يومين بس ارسم واصمم وجبت له من تصاميمي كمان اللي موجوده عندي. رحت له المكتب شافها، بدات معالي موجوده تتغير. من حسن حظي كان في شويه اعلاميين في المكتب، فكل واحد يقول والله هذا احلى والله هذا حلو والله. فبدا النغمه تتغير معي، فيقول لي والله شوف ايمن انا ما بقيد ابداعك، حلوه كلها بس نبغى شيء معين. خلاص هذا اختار واحد من التصاميم وقال لي هذا اللي حنسويه وننفذه للفنانين ويطلع في الأوبريت. قلت له خلاص انت مقتنع؟ قال لي خلاص اقتنعت فيك. بس والله ودفدت الأوبريت، وهذا كان اول عمل ضخم بالنسبه لي من بعد خدم الحرمين الشريفين. بعدها جات مسرحيه سوق عكاظ وكان عمل برضو ضخم وكان فيه تاريخي وكان فيه جاكيتات وفيه اشياء تاريخيه وكان فيه مجموعه من النجوم صراحه، وكان أول عمل بالنسبة لي يعني في هذا الكوكتيل يعني، وكان مسرحي. فتعاونت فيه مع المخرج وقال لي حتقدر تسوي؟ قلت له أقدر أسوي. فعلا نفذت المسرحية وكان يعني كنت خايف مرة لأنه أول مرة أصمم أشياء تاريخية، بس كانت فاتحت خير علي الحمد لله وقدرت أتجاوزها ونجحت المسرحية وكان أصداءها مرة كثير علي. بعد كذا جينا في مسلسل سيلفي، طلبوني في عمل انه يبغوا تصاميم سعوديه بعد 100 سنه كيف حيكون شكلها. فقالوا لي نحن الستايلست كلمتني وقالت لي دلوني عليك وانت هل تقدر تسوي؟ قلت لها بقدر اسوي. قالت طب سوي لنا سكتشات نوريها المخرج. فعلا سويت لها سكتشات وارسلت لها، قالت لي خلاص اوكي المخرج عجبته ووافق عليها. بس بدات في التنفيذ وكان عمل غريب شويه انه كيف حتتخيل التوب والعبايه والشماغ بعد 100 سنة كيف حتكون أشكالها؟ طبعا بعد 100 سنة يعني كأنك في الفضاء كده، تطور إلكترونيك لدرجة إن أنا سويت إضاءات في الملابس فاستعنت بمهندس كهربائي أساس كيف نولع الملابس هذه. رحت طبعا لكثير ناس ما هم عارفين، فلما تعرفت على المهندس هذا وقلت له أباك كيف نشغلها وراني، وداني عند محل وقال لي هذا تقدر كده تشغلها بالطريقه هذه، وراني الطريقه والبطاريه. فصرت حتى لما صممت ركبت اماكن للبطاريه وللاسلاك على اساس بحيث انها تكون منظر جمالي ما يكون شكل بس ينور وخلاص. وفي ذيك الفتره استدعوني اداره الانتاج حق المسلسل وقالوا تعال نبغاك عشان تكون موجود وقت التصوير يعني تدينا ملاحظاتك ارائك الفنيه. ورحت وقابلت الفنان ناصر القصبي وحكيت له القصه ان انا شفتك وافتكر التصميم وشجعني كثير صراحة.